590 حاجا وحاجة موزعين على عدد من الدوائر الصحية من ولاية المنستير انطلقوا في تلقي تلقيح استعدادا لزيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج لهذه السنة. هبط الاسم، عملنا الدروس، جيت تلقيحة والحمد لله فارغة، معناها ما فما حتى شيء، وربي سهل وربي وصل بالسالم. معناها واليوم جيت نلقح، هاو اليوم عطاونا الموعد نتاعنا وهني لقحت وان شاء الله لاباس معناها ان شاء الله. لقحت 3 تلقيح فهمت، والحمد لله لاباس. اهميه كل تلقيح هو الوقايه من الامراض اللي تنجم تصير غادي، باسكو فما الازدحام غادي، فما برشا عباد باش يجيو من كل بقعه، تعرف معناها العدد الحجاج تبارك الله برشا ويتلموا مره واحده في العام والكل، دونك هذه وقايه من عده امراض. قد انطلقت معناها الدروس التوعويه بالنسبه للحجيج ولايه المنستير بدايه من 2 ماي الى غايه 2 جوان. تتخلل هذه الدروس التوعوية إلى جانب التكوين الديني بالنسبة للحاج حتى يكون معناها في مستوى هذه معناها الركن معناها مش يأديه إن شاء الله، مش يكون هنالك تثقيف صحي سيؤثثه مجموعة من الممرضين والدكاترة بولاية المنستير. ولتسهيل ظروف السفر لأداء مناسك الحج لهذه السنة، تم برمجة رحلة لفائدة حجاج الجنوب التونسي تنطلق في 15 من جوان القادم من مطار جابس مطمط الدولي بعد انقطاعها لسنوات. إن شاء الله بعد مدة طويلة ياسر إن شاء الله باش تنطلق من مطار جابس مطمط الدولي، وهذه فرصة فهمت ولا باش نوفروا جميع الظروف للمسافرين وحجيج الميامين لأداء مناسك الحج في أفضل الظروف إن شاء الله. 12 عام نستنى في النهار المبروك هذايا. الحمد لله يا ربي ربي كرمني. والله 12 عام. والله الحمد لله، المهم وصلنا النهار يا ربي لك الحمد. ضرورة واجبة لمن استطاع بالطبع، استطاعة بدنية واستطاعة مالية، هذا مفرغ منه، بقى مبلغ مش طياس. إن شاء الله 308 حاج مدعوين باش يلقوا جميع المصالح في الولاية هنا، شركة الخدمات الوطنية والإقامات، الخطوط السعودية، البريد التونسي والبنوك والسادة الوعاظ باش يكونوا في انتظارهم من أجل باش يتموا إجراءات السفر إن شاء الله. وتتواصل الاستعدادات في كامل الجهات الجمهورية وعلى جميع الأصعدة لإنجاح موسم الحج لهذه السنة وتمكين الحجيج الميامين من ظروف مريحة ولائقة، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات الإدارية والإرشادات على غرار التلقيح وصرف الأموال الخاصة بالإقامة وتقديم الدروس الصحية والتوعوية.